هاي النرجيله اللي بسطح ماي من هو؟ ها هاي النرجيله مالتي بح اشتريتها. انت شلون مين في ذاك الحكي؟ انا مو قلت لك ممنوع تدخن؟ فوقها مشتري نرجيله وجايب لي اهل البيت مو؟ وعد اخر مره بعد ما اشرب نرجيله. هسه راح اخذها اكسرها وادعي لها الحركه تعرف شو اسوي بيك. الحمد لله والشكر اليوم جمعه ما عندي لا مدرسه ولا شيء، خليني اقوم اشوف جماعتي عم يطلعوا وياهم. اليوم شو مو راح المدرسه؟ ها ابني مو اليوم جمعه ماكو دوام. صحيح اليوم جمعه. لا عاد شوف اقول لك، قوم اغسل السياره واغسل السطح واغسل التانك مال المي واغسل البيت كله ونظف الحديقه واغسل الشارع وشوف لك شغله ثانيه وياهم مسويها. ما تريد بعد اغسل لك بيت الجواري على الواهز؟ قوموا بلحج زايد يلا. اقول لك حب بعد فلوس، شو تسوي بيهم؟ والله عندي واحد من اصدقائي اليوم نجح، فقال انا من انجح اسوي لكم حفله، وانا عزمنا بكوفي، وتعرف كل واحد هذا 20,000 15 من هالسوالف، وانا ما عندي كل شيء، اجيت اطلب منك. يعني يوميا طالع من الصبح اشتغل على ايجار البيت، وايجار المولد، وفلوس النت، ومصرف ما اعرف شنو، وانت حاطط جنابك تجيب كل برود، والله ايدي فلوس، ايدي اطلع ويا اصدقائي، ليش ما تروح تشتغل وتعتمد على نفسك؟ الى متى ظل انا اعطيك فلوس؟ حلمي اطلب منك فلوس وتعطيني، دائما ما اطلع لي اعذارك ما شاء الله حافظ ومحافظ على الغيب.